لقي 27 من عناصر ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثي مصرعهم، وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهتي حام وجبال الساقية غربي الجوف. وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت بين الجيش والميليشيا في كل من جبهتي قعيطة بسلسلة جبال حام وجبال الساقية غربي المحافظة. وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا بالتزامن مع استهداف طيران التحالف تجمعات تابعة للميليشيا في جبال قعيطة شمال مديرية المتون. وكذلك شنت مقاتلات التحالف مساء اليوم غارات استهدفت عددا من الآليات العسكرية والتجمعات الميليشاوية للتمرد الحوثي في جبال يام والمحزمات بمجزر. وشهدت جبهات الجوف خلال الأسبوعين الماضيين أعنف المواجهات بين الجيش والميليشيا، قتل من خلالها العشرات من عناصر وقيادات الميليشيا الحوثية. كان اليوم كان لنا الشرف العظيم في اليوم في خوض معركة في جبهة حام، حيث دفع الحوثي الظالم الذي يتعب أطفال اليمن وأطفال الأبرياء لزجهم في معارك ظالمة ضد النظام ضد الشرعية. فقد الحمد لله استطعنا كسر هجومه وأسر عدد من أفراده، وقتل منهم من قتل وفر منهم من فر، وكان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بصمود الرجال الصامدين. ونقول للحوثي إن كان حلمكم أن تدخل الحزم فنحن هدفنا دخول صنعاء وصعدة، والفرق بيننا وبينكم أن لكم حلم ولنا هدف، والهدف أقوى من الحلم، ونحن بعد هدفنا إن شاء الله حتى يتحقق النصر وندخل صعدة وندخل صنعاء ونحرر كافة مدن اليمنية ونطرد كل مجوسي وكل عميل لإيران.